مدرسة شمعون الصفا من المدارس القديمة التي شيدت على أرض المنطقة القديمة، شيدت عام 1855. طبعا من دخلنا إلى هذه المدرسة كانت شبه مدمرة. هذه المدرسة سلبت 3 سنوات، انتهى التعليم في هذه المدرسة خلال السنوات الماضية. اليوم من جديد يعود التعليم في هذه المدرسة. هذه المدرسة تاريخية وعادت طبعاً بجهود هذه الفرق الطوعية، نحن نشكرهم شكر جزيل. أنا كتير فرحانة لين رجعوا المدرسة، وأنا كتير فرحانة راح أرجع أداوم مرتلخ.